السلام لكم عشاق وعاشقة درجات نارية. هذا اليوتيوبر الذي قام بفعل ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي الذي حرق سيارة مرسيدس التي تساوي 170 ألف دولار، ما يقارب 170 مليون. هذا اليوتيوبر الروسي اسمه ميخائيل ليتفين، وهو يوتيوبر روسي قناته تتجاوز 5 مليون متابع، ولديه أكثر من 11 مليون متابع على الانستغرام. اشترى هذه السيارة في مايو 2019 جي تي 63، والذي اشترى ب 180 ألف دولار، وثمنه الآن في 2020 170 ألف دولار. وفي 2020 بدأت ظهور مشاكل في محرك السيارة، وقام بتعديل السيارة بعد أسبوع رجع لها المشكل. وبعد ذلك قام بإرسال رسالة إلى شركة مرسيدس ولم يردوا عليه، وقام بالأخير بحرق السيارة. والفيديو وصل لأكثر من 17 مليون مشاهدة في غضون أسبوعين. ولا كنتي اول مره كتدخل القناه، ما تنساش انك دير ابوني وتدق على الجرس باش يوصلك كل جديد، وما تنساش انك تدخلنا في التعليق شنو بان لك في هذا البلان هذا اللي دار خونا.